يعني هل لا كما بغيت نفسر هذا الهدف واش ضربه حظ ولا ارتقاء؟ يعني حتى ما كانش يمكن نقول سونتراج، انا التمويل الرفاع يمر عند حسني يسدد، بالفعل سدد وراسيه رفيعه، راسيه رفيعه، راسيه رفيعه ديال لاعب غومو اوندوكو، محاولة مهمه تخلص من الرقبه، نسل من الرقبه لاعب اجدو سدد لما كرته هالت مرمى الحارس المحمدي. شمالك ب 4-2 ارتقى بالفريق للرتبه الثانيه وراء الوداد اللي عنده 24 نقطه. الوداد تعادلت اليوم بمراكش، يمكن يمر بالكعب مره رفيعه غريبه، يمكن غومو اوندوكو كان فقط يلمس الكره تمشي الشباك، يمكن يكون هدف ثالث، يمكن يكون هدف ثالث. مشى حسني، مشى حسني، محاولة المرور، يمكن نقول بهذه العبارة ثالثة ثابتة، ثالثة ثابتة، ختام ميز. كاين انهيار بدني ديال اللاعبين يقصد تادلا، لأن البريسينغ باش عفار قنطرة بركانية مع مرور الوقت دب العيال أقدام اللاعبين. هنا بارك روازي رفيعة بلان بي ما تركش حد، أنا أعتقد أنه غيمرر، انما حتى هو تقم الخطوات وتقم الخطوات سد الكره بالكروازي في دوزيام بوطو، الهدف التالي ترفيع ديال الفريق البركاني. يمكن هذا الهدف غادي يحرر حتى اللاعب حسني نفسيا بعد سوء الفهم اللي كان عنده مع المدرب رشيد طوسي ما بين حسني ورشيد طوسي. فوز يمكن نقول مستحق